رجل سأل رجلا غنيا ميسور الحال أن يعطيه مالا ليتبلغ به إلى الحج، إلى بيت الله الحرام لأداء الفريضة، لأداء فريضة الحج، فأعطاه مالا، فهل حج الرجل صحيح؟ حجه صحيح، لكن سؤاله الناس من أجل الحج غلط، ولا يحل له أن يسأل الناس مالا يحج به ولو كانت الفريضة، لأن هذا سؤال بلا حاجة، إذ أن العاجز ليس عليه فريضة. وسؤال الناس بلا حاجة، أخشى أن يقع السائل للناس بلا حاجة في هذا الوعيد الشديد، أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، لأنه قشر وجهه بسؤال الناس، فكانت العقوبة أن قشر وجهه من أجل هذا السؤال. قل اتق الله امرء في نفسه فلا يسأل إلا عند الضرورة التي لو لم يسأل لهلك أو تضرر. نعم.